بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله أيها الأخوات حياكم الله أيها الأخوة في أولى الحلقات في الدورة الجديدة من برنامج افتحوا الأبواب. هذا البرنامج سيبث في هذه الدورة الجديدة على الهواء مباشرة كل جمعة بإذن الله الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة على قناتي الرسالة وفور شباب. وهذا من التعاون المثمر أن تتحقق هذه الأهداف الرسالية أهداف القنوات المتعاونة الهادفة مع بعضها البعض. افتحوا الأبواب سنشرح فيه موضوعات متعددة في جوال مختلفة فيما يكون في الأسبوع الواحد يعني من يوم الجمعة إلى الجمعة هناك موضوعات كثيرة. تكون في الوسط الاجتماعي والمحلي، ثم ستكون في الوسط الدولي بعد ذلك. سنتحدث في الموضوعات الاجتماعيه، في الموضوعات الاقتصاديه، في الموضوعات الدينيه والسياسيه، وما يهم المجتمع بوجه عام. سنلتقي مع الخبراء، مع المسؤولين، سنتحدث مع الناس، ولذلك قررنا ان يكون على الهواء مباشره لنسمع الى ارائهم ويسمعوا منا ونتناقش مع بعضنا البعض. سناخذ جو البيت، ولذلك سميناه افتحوا الابواب، في جو منزلي، في جو مفتوح مع بعضنا البعض. فلنبدا هذه الحلقه في الموضوعات التي اخترنا ان تكون خمسه موضوعات في كل حلقه تقريبا نتحدث في كل موضوع عما يهم الناس من خلال هذا الاسبوع ولنبدا بالعناوين الموضوع الاول الذي سنتحدث عنه ماسي الخطوط السعوديه الحق لهم وليس عليهم واما الموضوع الثاني الذي سنتحدث عنه اليوم هو ما يتعلق بالممثلون في الدوائر الحكوميه من يوقفهم عند حدهم الموضوع الثالث الذي سنتحدث عنه هذا اليوم هل من جديد في نظام الجنسيه السعوديه؟ الموضوع الرابع في حلقه هذا اليوم يتعلق بوزاره التعليم تتحول الى هيئه الامر بالمعروف ولجنه جديده للافتاء. واما الموضوع الرئيسي الذي سنتحدث عنه في هذه الحلقة الحساسة جدا، ماذا بعد الفتاوى التائهة التي يكثر الحديث عنها في أوساط المجتمع السعودي وفي المجتمع العربي والإسلامي بعد ذلك؟ هذه هي الموضوعات التي سنتحدث عنها ونفتح لها الأبواب المشرعة على الهواء مباشرة، سيكون الحديث مني ومنكم من خلال الاتصالات والعناوين التي تظهر على الشاشة، لنبدأ إن شاء الله حلقاتنا وموضوعاتنا لهذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم الموضوع الأول الذي سنتحدث عنه هذا اليوم ما يتعلق بالخطوط السعودية طبعا الخطوط السعودية تعتبر من الخطوط الرائدة في المجتمع وأحد المؤسسات التي نعتز بها وتحمل اسم السعودية يعني الخطوط السعودية صحيح كانت هناك خطوط سما وكانت هناك خطوط أخرى خاصة أو عامة لكن جربنا مع الخطوط السعودية تجارب عدة وجدنا على يعني ضخامتها والجهود الكبيرة التي فيها إلا أن فيها ثغرات هائلة وضخمة طريقتي في افتحوا الأبواب أننا نريد أن نخرج بمشروعات نريد أن نخرج بأفكار تطرح للإعلاميين للمفكرين للمثقفين للشباب في الفيسبوك من أجل أن نهضى بهذا المجتمع السعودي وكذلك بالمجتمع العربي بعد ذلك الأخ عبد العزيز سويد كتب قبل بضعة أيام في جريدة الحياة مقال عنوانها أقلع المال وألغية الرحلة باختصار شديد يتكلم على أن الأمثلة الشعبية التي تتكلم عنها الخطوط السعودية يعني اختياركم محل ثقتنا أو شكرا لاختياركم السعودية طبعا ليس لنا خيار أصلا كان عندنا سماء وكان عندنا خطوط أخرى وبعد ذلك ألغيت هذه الخطوط وبالنسبة لسماء يعني تمشي على استحياء الاستاذ عبد سويد اقترح امثله شعبيه هي شعار الخطوط السعوديه من خلال التجارب التي كانت خاصه قبل يعني عشرة ايام عندما جاءت الاجازه، يقول شعار الخطوط السعوديه او يقترح ان يكون شعارها كل تاخيره فيها خيره، يعني الناس مساكين عادي يجلسوا ساعه ساعتين واحيانا عشرة ايام صديق لي اتصل بي قبل فتره بسيطه يقول ان الخطوط السعوديه اخرتهم 24 ساعه طبعا لا اكل ولا شرب ولا تعويضات ولا هم يحزنون فالاقتراح الاول كل تاخيره في اخيره الاقتراح الثاني يقول في التأني السلام يا يعني جماعة هدوا شوية تأني السلام ما جاك حجز اليوم ولا بكرة ولا بعد أسبوع ولا بعد عشر أيام طبيعي أنتم في عصر متجدد ومتغير بعدين ذكر قصة جميلة جدا لواحد من أصدقائه يقول ترى مشكلة السعوديين أو اللي ساكنين في الخطوط السعودية وتعامل مع هذه الشركة العملاقة الضخمة اللي فيها يعني المليارات والأرباح الهائلة أنه ما يحجزوا مبكر دائما السعوديين عندهم مشكلة العجلة فلذلك اخترع عليهم التأني السلامة فذكر أن أحد الأصدقاء حدثه أنه حجز قبل سنة كاملة، قبل سنة بالتحديد حجز في الخطوط السعودية حجزا مبكرا وانتظر أبو الشباب الموعد المحدد وإذ بالرحلة تأخرت عن موعدها أو ألغيت لسبب ما، ف يعني بلغوه بعد فترة يعني الاخ عبد العزيز يقول لا يتصلوا عليك لا يبلغوك بالتاخير لا يبلغوك بالمشكلات الحادثه فهذا صديقه قال لا لازم من بدري نرتب امورنا رتب اموره مسكين من سنه وبعد ذلك ابلغوه ان الرحله هذه الغيت او تاخرت فاعطوه 12% فقط من حقوقه يعني هو دفع تذكره مقدمه السعودية ليش ما يدفعوا الخطوط السعودية؟ لأنه عارفين أنه حتصير مشاكل هذا الصديق والحجة على الأخ عبد العزيز إلى أنه أخذ 12% فقط من حقوقه والباقي اللي هي تقريبا 88% مع السلامة يعني في التأني السلامة يعني كل تأخيرة في أخيرة يا أخي لله حكمة مو مشكلة يعني إيش 500 ريال ولا 400 ريال وبالتالي راحت فلوسه هدر ثم اقترح أن يكون الشعار الشعبي الذي ينفع الخطوط السعودية ويتم التعامل معه بطريق صحيح وهو تعرف أحد يعني يتصل واحد على صاحبه يقول تعرفنا أحد بالله يتوسط لنا أو المقترح الآخر الذي سماه داخلين على الله ثم عليك يقول لأنه إذا أردنا بالشؤون الرسمية بالأمور القانونية بالأمور النظامية ما حد حيمشي لأنه بالواسطات هي اللي سالك الأمور وأعتقد أن هذا هو السائد مع نظام الخطوط السعودية طبعا أنا لا أريد أن أمدح ولا اريد ان اضم، انا اريد ان اقول حقائق الناس، نحن في ظل عمل مؤسساتي. الله يجزاهم بالخير الخطوط السعوديه في لو احد منكم يركب الطائره الان هذه الايام حيلاقي في مجله اهلا وسهلا هذا الغلاف الجميل جدا، غلاف يعني ملون وتلاحظوا مكتوب الحل الامثل لرحلاتك الخاصه. طب ممكن واحد عنده ازمه، واحد مسؤول، واحد يعني عنده شويه فلوس، ما هو الحل عندهم؟ الحل الامثل لرحلاتك الخاصه، يعني تطلع هذه الطياره وزي ما انت شايف يعني ما شاء الله فخمه وتنتقل الى عده دول يعني في عندك الخرطوم مع إن ما نعرف يعني ناس كثير قاعدة تروح الخرطوم ولا لا ما نعرفش الفكره عندهم القاهره بيروت والكويت والدمام والبحرين وبقيه دول الخليج اللي يبغى طياره خاصه موجوده يا جماعه في الخطوط السعوديه وبالمناسبه اتصلت عليهم اليوم على هذا الرقم الموحد الموجود 900 تسعة اثنين صفرين ثلاثة واحد وثلاثين صفر ولكنه وللأسف الشديد بعد المرة الأولى ما رد علي أحد المرة الثانية آه رد علي شخص فأخبرته بشيء فقال لي آه يعني أبغى أتصل أو بستفسر عن هذا الموضوع قال لي اتصل علينا بعد عشر دقائق يعني إذا كان العملاء الرسميين وال وال والكبار إذا أرادوا يتصلوا عليكم طبعا مش أنا قاعد أتكلم لو اتصل عليهم واحد يصرفوا يقولوا له تعال بعد عشر دقائق ما أدري هم مستعدين أو غير مستعدين ولكن أن تحلوا قضية البزنس يعني أنتم ما شاء الله منتبهين لحال الناس اللي عندهم ملايين الريالات وعندهم استعداد وقدره الى ان ياخذوا طائرات خاصه يعني واضح انها فخمه جدا طب حلوا مشاكل الناس العاديين حتى نستطيع من خلالها ان نشارك في هذا الامر آه الاخ معنا عبد العزيز سويد السلام عليكم السلام حياك الله اخوي الله يحييك ويبارك فيك يا مرحبتين انت حقيقه أنت أن... ما شاء الله انت ما شاء الله يعني قلت كل شيء بال بال بالمقال. يعني لكن انت استفزيت لي. انا استاذ عبد العزيز وانا و... تاثرت أن الاسبوع الماضي حاولت اني اطلع للرياض فقط وعندي والله معامله مهمه ما استطعت، نحن خلينا نكون عمليين استاذ عبد العزيز يعني انت حطيت حلول شعبيه تعرف احد او داخل على الله ثم عليك، هل تتوقع في حلول اخرى اخي شيخ عبد العزيز؟ هو اصلا آآ آآ هذه حيلة المضطر، لا ما ما, ما في خيار اخر في ما دام انه لا يوجد الا خطوط واحده، الخطوط الاخرى لا تصل لا تعطل لكل المحطات، فما في خيار الا الخطوط السعوديه. الا انه السؤال اللي اللي يعني ينبغي ان يطرح هو هل يذكر احد يعني من المشاهدين الان انه هيئه الطيران المدني حققت مره واحده في قضيه مع الخطوط السعوديه. احنا ما نطلب من الخطوط انها تحقق لانه لا يمكن يكون القاضي او الخصم هو هو الحكم. لكن هيئه الطيران المدني اللي هي معنيه بخدمات الخطوط واللي هي تحفظ الطير... تحفظ حقوق المسافرين، هل حققت مره واحده في قضيه راكب او ركاب يهملون ولا ينسون؟ انا ما اتذكر يعني واذا كان انت تتذكر مثلا شيء وليتك يعني تسعفني. أه